من خلال هذه الفضائيات وهذه الأموال هم يريدون أن يظهروا للعالم بأن هناك خلافات سورية سورية، أي مجموعات سورية تطالب بالحرية والإصلاحات، وهناك جيش سوري يضرب بوحشية ويقتل ويدمر. المسألة تماما مختلفة، وكما قال الأستاذ ناصر قنديل هي معركة كونية، هي معركة إسرائيل التاريخية منذ أن وجدت الحركة الصهيونية، منذ أن بدأت الحركة الصهيونية تتدخل فعلا في شؤون العالم، أي منذ أن تدخلوا في الثورة الفرنسية وحولوا مسار الثورة الفرنسية من ثورة إصلاحية إلى حركة صهيونية، وقطعوا رأس ملك فرنسا خلال 24 ساعة، وهذه قلت أكثر مرة دون محاكمة. ومنذ أن أتوا بنابليون الشاب الصغير القادم من جزيرة كورسيكا في الكلية العسكرية، وقالوا له سنعيد كورسيكا إلى إيطاليا، أي سنعيد استقلال كورسيكا، عملوا صفقة معه، وبالتالي جندوا في الحركة الصهيونية وأعطوه الأموال وأغدقوا عليه الأموال وأرسلوه إلى مصر كي يؤسس لدولة فلسطين. ما يجري اليوم في سوريا يا سيد نزار ليس وليد اليوم، هي حركة صهيونية صاعدة تريد أن تصل إلى الدولة العظمى، ونحن تنطلي علينا هذه الحيلة ونقول أن هناك خلاف سوري سوري. الخلاف ليس سوري سوري،